السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام. وصلنا إلى هذا المكان، وقبل ما نبدأ لا تنسى من اللايك والاشتراك الاشتراك الاشتراك المهم. طبعا ما قدرت أنزل حلقة لأنه انحذفت اللعبة صراحة، كنت بحذف العاب عندي ما احتاجها يعني، فحذفت من ضمنهم هذا اللعبة ولا ما ادري. المهم اضطريت انه يعني صراحة شو اسمه اعيدها من جديد لين اوصل للمكان اللي اوصل لهذا المفروض. والى هنا خلونا نبدأ. بسم الله. طبعا هذا المكان ما ادري وين احاول اخليهم يطمروني. لا هم طاحوا. ولا ذاك واحد يركض. مفروض انهم طاحوا. مسكوني كفو. ماذا يا حبايب قلبي؟ يا خالة مفيدين الحين صرت اتحكم فيهم بدون اي شيء. نرجع. طيب شلون ارجعها؟ وليش صعدوا هم فوق اساسا يعني؟ يعني هنالك سر الماء. ما فيني افتح الباب. لازم 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 اني ارجع اجيبه، بس شلون انا ما ادري. لابد انه في مكان يطيحون منه. من هنا شكلهم يطيحون. يا حبيبي قلبي نفسي اروح للمكان اللي كنت فيه. يلا تعالوا تعالوا. ما صعدوا فوق الا في شيء فوق. تعالوا خلنا ندور. خلنا نبدأ من هذا المكان. لازم في مكان. هذا الحبل. أيوة لحظة، ساتر من إن طحت أموت. لا أنا ما أموت. ما راح اقدر اسويه. تدري ليه يا حبايب قلبي؟ تنتظروني. تعالوا تعالوا. لا الشغلة. تعالوا اركبوا. لا لا نزلني. وين غيرت الموسيقى؟ يعني حليت لي السر. بس
ما عرفت وش، بس انا لازم ارسم هذيك اللي فوق صراحة يعني. بس شلون؟ لازم العب على هذول خليهم ما يلحقوني. سكر عشان الثانيين يصادوا الضابع. ايوه وحن نرجع نرجع. حلو 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 حلو. عشان هذول اللي بقوا خليهم ينقزوني. اوكي ينقزوني على هذا. عشان اروح افتح العقل هذا اللي فوق انا ما اقدر اطوله الا هم يركضون يعني. لانه هذه عقول نزلت اقول لكم خالصين. يلا تعال. لانه هذه العقول هم اللي يتحكمون فيها الناس على ما اعتقد. انا في كل مكان موجود. لا لا وقف 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 اركب اركب. يلا تعالوا يلا انزل الحين. احنا كنا تحت ركبنا فوق ولا كنا فوق ركبنا المهم. اي اي صح نجي نفتح هذا الباب. لا اي 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 تعال. في ناس تركض من هذاك المكان. ركبوني يا حبايب قلبي وبعد خلاص انتهت مهمتكم. اعتقد لحظة يا الحلقة الأخيرة هذه بتكون عشان نكتب. واحد اثنين ثلاثة أربعة ممكن تكون الأخيرة وممكن تكون بعدها حلقة. ممكن إني أسويها الأخيرة أو ممكن أسويها بعدها حلقة مدري أشوف على حسب. لانه انا حاليا وصلت المكان ما ادري وش هو صراحة. تصوير وحركات هذا ها ولا قال لي شيء. شباب شنو فيه؟ هذا شيء كبير صاير بس ما ادري وش هو. بس تعال في شيء ما ادري وش صاير صراحة. شوفي بدخل
راسي. صوت اللعبة شوي مرتفع. كذا تمام، كذا تمام، نفس الشيء، ما سويت شيء. نزل حبة، نفس الشيء، ما مشكلة. لحظة، هيا ننط، نركب فوق وننزل تحت. نزلنا تحت، إذا نزلنا تحت، خلنا نشوف الفوق شنو فيه. مالي خلق أركب وأنزل من جديد. لا في شيء أحس تحت، لازم أنزل. ليش انا ما ركبت فوق؟ طيب شلون اطلع انا؟ من فوق اعتقد. لا ايوه، اطلع فوق ولا انزل تحت؟ ما في نزل تحت، شرطني ونزل تحت. كان في طريق فوق بس ما فهمت ليش نزل تحت. مشكلة هي اللعبة ما اعطيتك خيارات كثيرة بعدها. ايوة في موية، طبعا الموية صارت ما تأثر فينا. ها احنا خراب هنا طبعا شغلتنا. انزل انزل، في تحت شيء لازم نسويه. ابي اسحب هذه اللي تحت، ما اقدر. يا اخي انزل تكفى. مستحيل ان ينزل، لا اعتقد انه لا. لا لا لا، في شغلات، في شغلات هنا فوق. طفينا الدنيا والعالمين. طبعا هذا كله يعتبر خراب عليهم. لحظة، ما يمسك من هنا. لا بد انه في شيء فوق لاني طفيت شيء.
شفت شلون الخطه؟ ابلع. ها يا ولد استح، هذا شنو؟ هذه عقول. لحظة، صرت اتحكم فيهم. احلى احلى. لا صار ما يتحرك. يا رب دخلي. ينط نشوف. لا ما ينط بس لحظة. ما في شيء يوقف. تعال تعال اشتبكوا معنا. تعال يا حبيبيني. والله يساعدوني حتى لو انا كذا. ليش قاعد ارجع؟ تعال ارفع ارفع. كفو. انا ما ادري ليش جاي سارت جاي بس. ليش سحبت هذي يعني؟ اها اركب عليه. السلام عليكم. خرجت عليك يا ابني. ابلع. ابلع. سنين وانتم تدمرون فينا سنين. اها. يا هذا شنو كان؟ شلون اطمر عليه؟ ما يطمر. لازم في شيء. اخ شو هذا؟ بس شلون نرفعها؟ Oh.
يطيرون كلاب الفاشلين. لا 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 عرفت 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 الخشبة اللي جبناها معانا نحطها عليها. يا سلام عليك، امسك 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 امسك. يا اخي انا صرت مجموعة ناس كثير. تعال افتح الباب يا حمار، افتح الباب. يلا افتح افتح. لا هذا وشو؟ لا لا خلنا نرفع فوق. الصندوق وين مسك؟ لا شلون ارميه؟ مسكوه. طيب شيء نمسك هنا؟ ما في شيء نمسك هنا. طيب امسك الصندوق حبيبي خلنا ناخذه معانا، يعني ما حطه ولا في مشكله فيه. الصندوق ما نحتاجه شكلنا، أكيد إننا نحتاجه. آه شوف نحتاجه. أضرب في هذه. لا هذا ما تضرب. نار. لا 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 أعتقد إني عرفت. الله أعلم. لا 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 طفل طفل طفل. الصندوق نحرق فيه وشكله نوديه لذاك المكان اللي كنا فيه قبل شوي. أوكي
الدور يا اخي ما ادري شلون. لحظه خلنا اتعلم شلون اغلق الصندوق. لحظه خلنا اتعلم شلون اغلق الصندوق. بس كذا انا ما باخذها بعيد، ما له حاجه مشكله. يعني هي الفكره انك كذا تغلقها. تغلق الصندوق وتمسكه. اه فهمت الشغل. بس قدامي اثنين حقت مويه. خلاص صعب الشغل. امسكها تكبر. ايوه احطها هاي. ايش سوينا؟ لازم احرق. يا سلام. لحظة أنا ما فهم شيء. طيب إذا حطينا هذا هنا. لا اسحب. حطينا اركب عليه. امسك 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 امسك. ايوه لازم انا امسك. ندف هذا نركب عليه. حد الان ما فهمت ولا شيء صراحه، يعني وين بروح ما ادري. اه
هذا كنت اسوي فيه شغله. لا فهمت، كأني فهمت لي شغله. لا لا نزل نزلته. يا سلام اقذف. لا يا أخي ما يمديني. يلا بسرعة سوالي. لا ادخل تك وادخل. والله فتحت فتحت شيء فتحت شيء. انزل انزل. يا عيال ما ادري شو اللعبة هذي. لا لا في شيء هنا اعتقد. بعدين طيب نفتح من ده. ما ادري شلون اسبح انا اساسا بس يلا. ما في مكان من هنا. هذا مكان. Thank you.
انا ما ادري وين رايح صراحة، او وين النهاية. لحظة، حلو نصلح لنا. ايوه وقفنا من هذا المكان. خلصت اللعبة. ما ادري وين اروح. ما يمسك. ابلع. ما يمديني احرك ولا يمديني اسوي اي شيء. اعتقد انه خلاص انتهت اللعبة، والله اعلم. خلونا نتابع نشوف، ممكن ما خلصت، ممكن خلصت، والله ما ادري صراحة. بس الأكيد إنه ما يمديني أحرك ولا أسوي شيء. الحمد لله. إلى هنا وننتهي وختمنا إنسايد، وإن شاء الله في الحلقة القادمة. أنا شفت لعبة تشبه هذه اللعبة اللي هي اسمها الليمبو، أعتقد الله أعلم، ممكن إني راح أنزلها. فاكتبونا في التعليقات إذا تبون ألعب لكم ليمبو اللي هي شبيهة لهذه اللعبة. اكتبونا في التعليقات، أعطونا لايكات عشان نكتشف إنه أنتم يعني تبون اللعبة الثانية اللي هي ليمبو، تشبه هذه تقريبا، الغاز وكذا. فإذا حابين نلعبها ونزلها في القناة ونختمها مع بعض، اكتبونا في التعليقات، اعطونا لايك، وكل شيء حلو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس خلونا نكمل للنهاية نشوف وين يوصلونا، أو هل في شيء آخر يعني غير ما يتخلص هذا الشرح حقهم الكلام. وبس ما حسيت إني انتصرت على الطقات اللي كانوا يلعبون الناس ويستخدمونهم كآلات صراحة. ما أدري، مشكلة ما عندي تحكم ولا عندي شيء، ما أقدر أسوي شيء. خلاص خوينا الصغير وين راح؟ مات. خلصنا يمكن، أكيد إنه خلصنا لأنه عاد من البداية. لا خلنا نشوف المراحل. ختم من كل المراحل. وإلى هنا ونشوفكم إن شاء الله في حلقة أخرى من ألعاب أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.